26 من صفر، وفاة السيد السبزواري سنة 1414. توفي في مثل هذا اليوم السيد السبزواري سنة 1414 للهجرة. والسيد السبزواري هو السيد عبد الأعلى ابن السيد علي رضا الموسوي السبزواري. يرجع نسبه إلى السيد محمد العابد ابن الإمام الكاظم عليه السلام. ولد بمدينة سبزوار في إيران، درس المقدمات في مدينة سبزوار، ثم سافر إلى مشهد وهو في سن 14 من العمر لدراسة السطوح، وبعدها شد الرحال إلى النجف الأشرف ليكمل دراسته هناك. من أبرز أساتذته الشيخ محمد حسين النائني، والشيخ ضياء الدين العراقي، والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، والشيخ محمد جواد البلاغي وغيرهم. وبعد أن استقل بالتدريس في النجف، بدأت أفواج الطلبة تؤم مجلسه في مسجده في منطقة الحويش في النجف الأشرف، فتخرج على يديه العديد من الأفاضل، ومنهم السيد علاء الدين الغريفي، والشيخ نور الدين الواعظي، ونجله السيد علي، والكثير الكثير من الأفاضل. كان مرجعاً معروفاً يشهد له القاصي والداني. وبعد رحيل السيد أبي القاسم الخوئي قدس سره، أصبح المرجع الأعلى للطائفة. للسيد السبزواري العديد من الكتب التي أثرت المكتبة الإسلامية، وكانت المعين الذي ينهل منه طلبة العلم، من أبرزها مواهب الرحمن في تفسير القرآن، منهاج الصالحين، حاشية على العروة الوثقى، مباحث مهمة فيما تحتاج إليه الأمة، والعديد من الكتب الأخرى. توفي السيد السبزواري في النجف الأشرف، ودفن هناك في مسجده المعروف في منطقة الحويش.